اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق الإعلانات. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا تطبيق تنتين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تنتين. سوف يظهر لهذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيأتي من تحديد تطبيقكم تنتين. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.